هذا إنما أقوله لأنه الآن أنتم أدخلوا المواقع أعزائي، بودي هاليوم تدخلون المواقع، أدخلوا المواقع تجدون واحدا من أهم الإشكالات، أنا أعبر عنها إشكال، ولا هي اتهامات وتسقيط وتخوين، أن السيد الحيدري لا يقبل مشهور العلماء، لا يقبل المسلمات، لا يقبل الضروريات. شلون شيعي هذا؟ لابد أن سامعين من زيد وعمر مولانا أن مشكلة السيد الحيدري أنه ماذا؟ لا يقبل مسلمات ماذا؟ مسلمات الشيعة. لا يقبل المشهور من علماء ماذا؟ من علماء الشيعة. السؤال بيني وبين الله، ثبتت لي حجيتها أو لم تثبت لي حجيتها؟ ولم تثبت لحجيتها، وعندي أساس معرفي لها. لماذا لم تثبت حجيتها؟ لأن كل هذه الأقوال والكلمات والأفهام مرتبطة بماذا؟ بزمانها وظروفها وثقافتها وفكرها والأمور المحيطة بها. ولهذا أنتم تجدون الآن، ما أريد أدخل التفاصيل، أنتم تجدون أن جملة من علماء الإمامية قليل أو كثير كانوا يقولون أن أموال الإمام الخمس لابد أن تدفن. لماذا؟ بينك وبين الله. هسه قد تقول هذا الآن، تقول هذا أصل عقلي هذا، أنه أموال بدل أن تعطى للفقراء والمحتاجين ماذا نفعل لها؟ تدفن. ولكن هذا كان بأساس نظري بالنسبة إليهم. لماذا؟ لأنه أولا كانوا يعتقدون أن هذه أموال من؟ أموال الإمام. يجوز التصرف في مال الغير أو لا يجوز؟ خب بعنوان شنو يتصرف؟ بعضهم أكثرهم لا يعتقدون بالولاية في عصر الغيبة حتى يقول أعطاني الولاية أن أتصرف شنو؟ في أموالي. تقول لعد ماذا دورك؟ يقول دوري قال لي بأنه في عصر الغيبة روح اجتهد، أو الأخباري يقول خو روح اقرأ له رواية، لأنه لا يعتقد بالاجتهاد، والمجتهد الأصولي يقول اجتهد وأعطيه ماذا؟ الحكم الشرعي. ولهذا أنتم اليوم اقرأوا السيد الخوي في التنقيح مولانا في باب الاجتهاد، يقول الوظيفة الأصلية للمجتهد في عصر الغيبة ماذا؟ أن يبين الحكم الشرعي. هاي وظيفته، ما عنده وظيفة. ما أدري واضح؟ إذن من حقه أن يتصرف لو مو من حقه؟ ها؟ خوش يسوي؟ وين يوديه؟ يمزقهن؟ خوش يسوي؟ ها؟ هذا أصل كان يعتمدونه. الأصل الثاني أن كان يعتقدون بأن ظهور الإمام بعد إيش قيد؟ ها؟ إيش قيد؟ 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، كما الآن أكو بعض العوام واقعا ما أعبر عنهم غير شيء، في زماننا كتبوا عصر الظهور ويوم الظهور وايام، مو كتبوا يعني شنو مولانا؟ يعني شنو؟ يعني قريب. انا ما ادري هسه هذول من ايام جاوا، يعني من تقول عصر الظهور يعني شنو؟ خو مو بعد 200 سنه، يعني ايش قد؟ ها؟ يعني 10 15، بعضهم قال اكثر من هذا، قال عين السنه هم ماتينا. اليوم متعين، احسنتم. تمام؟ فهذول كانوا يعتقدون ان الامام غاب في العصر في القرن الرابع والخامس، بينهم وبين شنو؟ ها؟ غيبة الإمام ايش قد ماضية؟ 150 سنة بعد شنو؟ ها؟ ها قريب، ها قريب. فيطلع الإمام سلام الله عليه، عنده فلوس لو ما عنده فلوس؟ هو ما عنده، فشو نسوي له؟ ها؟ مدفونة إلى هو بعلم الغيب يندلهن مولانا. هذه مصرح به، روحوا اقرأوا هذا اليوم. الآن بيني وبين الله من أقول لكم هاي الأقوال في اعتقاداتكم واقعا مو تتبسمون. ليش؟ ليش ذاك أعلام الإمامية بعضهم قال هذا، تلتفت الآن يقول لا أبدا، لابد أن تصرف، لابد أن تصرف. ما أدري واضح؟ إذا أنا أكون أسير أقوالهم؟ أكون أسير اعتقاداتهم؟ أكون أسير أفكارهم؟ أكون أسير فهمهم للنصوص؟ من أين؟ ما أدري. واضح صار أعزائي المبنى الذي يمشي عليه السيد الحيدري في كل مفردة عقدية دينية. هذه القضية أنا ليش طرحتها للأعزاء؟ حتى بكرة عندما جئت إلى أن العلماء فهموا من الآية الكذائية دالة على أفضلية الرجل على المرأة، لا تقول لي لحد ماذا تفعل بفهم ماذا؟
المفسرين الكبار، أقول بيني وبين الله هذا فهمهم وهو حجة عليهم، ولكن أنا لا أفهم ماذا